بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله في هذا الدرس الثاني سنشوف كيف سنتعلم كيف يمكن تعديل الإعدادات حق النقاط، مثلا كيف طريقة العرض وكيف الحجم للنقاط، وذلك باستخدام بوينت، لا نستخدم من جنرال تول سبيس، والذي مهمة جدا القائمة العرض والتعديلات كلها منها. نستخدم بروب سبيس دكتور للتعديلات، فنختار all point أو group المكان اللي شيء نعدل عليه. فالتعديل وإظهار المعلومات على النقاط كارتفاع وإحداثيات أو رقمها نختار من label ونعدل عليه. مثلا اختار description only، نختار OK. يجب أن يظهر المعلومات التي نريدها، لا هذا احنا بوينت فقط زيرو نمبر، يجب ان نعدل اللي تحت الرقم كله في تحت all point، فنختار اي نوع نشتيه، مثلا description الوصف فقط، نختار OK. يجب ان يظهر ايش معلومات النقاط كما هو مبين، فقط المعلومات، او نختار still nothing او elevation description، هذه غير موجودة في اللاند، في اللاند كان يجبرنا على أشياء معينة بس. نستينج نوفينج أوكي، فظهر ستينج نوفينج على النقاط كما هم لاحظ ستينج نوفينج. فممكن الآن ممكن نعدل حتى أو نعملنا استال جديد أو نعدل الأبعاد، الآن الأبعاد فنختارها مثلا، والتعديل الأبعاد نختار إيديت، تظهر النافذة. في هذه النافذة معنا ستينج ونوفينج أن نوفينج، كم سيكون الارتفاع؟ فلنختار مثلا 1 إذا كان الحجم كبير، ونختار أوكي. أوكي سيتم التعديل بشكل مباشر أوتوماتيك، هذا الأوتوران يعني أوتوماتيك، فتم التعديل. والتعديل الحجم وشكل الرمز من بيسك، نختارها ونختار أي شكل نريده أو الحجم اللي نريده، وإذا نلغاها بشكل نهائي نختار الفاضي هذا، نختار أوكي ونشوف كيف تغير الشكل والحجم. نلاحظ أنه تم التعديل. أوكي الآن ندخل في أمر جديد وهو مجموعة الليست. الليست بوينت هذا ممكن نستخدم للتعديل، ممكن تدخل وتعدل لي الأرقام اللي تريدها والتعديل، بس ما يفضلش نهائيا التعديل من داخل البرنامج. أو ممكن عمل المجموعات، يختار من الماوس ثم شيفت وتختار ماوس أيمن وعمل مجموعات، اللي يريد واحد عمل مجموعات. ولكن الأمر المباشر حق المجموعات هو من create point group، وهذا الأمر هو أمر مباشر مجموعات. نقول point group نريد أن نعمل إيش include، مثلا نريد إيش نعمل المجموعة ونسميها ttt include، ونختار مثلا النقاط الموجودة في الرسم أي شكل معين، فليكون هذا التشكيلة enter، نختار أوكي. نتأكد هي موجودة في القائمة ولا لا، من tool space نذهب إلى النقاط، نذهب إلى ttt نرى أنها موجودة، هذا موجود معنا. كيف يمكن ادخال نقاط مانيوال يدويا؟ هذه تستخدم بشكل بسيط وقليل جدا، ولكن ممكن نستخدمها في معنى مانيوال بالضغط، او بالضغط يمين وادخال معلومات، او نوتنج سترينج نختارها ونختار في الشاشه وندخلها، وهذا نادرا ما نستخدمها. الان المسح، اذا ممكن مسح المعلومات اذا مسحت ظللت على اي نقاط وحذفتها من الاوتوكاد ديليت او من الكيبورد فالنفس يكون حذف نهائي، ولكن ممكن استرجاعها ما زلت في نفس الملف باوندو، لان اوامر الاوتوكاد شغاله معك، نفس اوامر شغاله قبل ان يتم اغلاق البرنامج وحفظ اخر تغيرات. سيتم الان عمل السبيشال، يعني ستايل خاص بك، مثلا ستينج نورثينج والفيشن في نفس الوقت، وهذا يعني من الميزات القويه في اللاند في السيفل 3D. وبمثلا نختار
نريد عمل single thing خاص بنا ننطلق من ستايل جاهز واللي يكون single thing العادي نختاره ونضيف معنى واحد جديد أو نعدل في القديم نفسه. في القديم ممكن نعدل باختيار contains المحتويات. في المحتويات يوجد معك ستين نورثينج والمعلومات، وهذه ممكن إضافة أي شيء جديد ممكن نعمله من كل المعلومات اللي نريدها. ستين نورثينج في معك الرو، في سكيل، في فول، أي حاجة نريد أن نضيفها. بوينت ليفل هي هنا الاليفيشن، نقوم ندورها وهي هنا هي بوينت ليفل الاليفيشن المطلوبة، هي اسمها بوينت ليفل. نرجع له للإعداد نفسه ونختار هي بوينت ليفل، ما اسمهاش الاليفيشن، بوينت ليفل، ونختار المكان اللي نحتاجه مثلا انتر، ونختار ال مثلا ليفل ما بغيش تغير الانجليزي. تغير هيكون ليفل مثلا، لا ما بغيش نهائيا تغير، نخليها بدون ونختار مثلا ليفل ونضيف الى الشاشة نفسها، نختار اوكي، نصغر الابعاد ونحذف الستايل اللي عملناه ما لناش داعي، نختار اوكي. اوكي في الجزء فقط اللي حددناه في حق الجروب، لان حددت فقط ال 81 واحدة. نلاحظ هذا الشكل الباين ستينج والنورثينج والالفيشن، هاي اسمها تخصيص بعد ذلك. ان شاء الله نكون انهينا هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله.